هاي قدامنا الفي اس كود اللي انا اشتغل عليه. اول حاجه طبعا لازم يكون في عندكم البيئه الفلتر والدارت نازله على المود اللي انا حاطط له رابط كيف تنزلوا الفلتر او الدارت عندكم على جهازكم. فتنزلوا لو عندك لو حد عنده اي مشكله ممكن يراجعني يحل المشكله معه. بس هو يفترض انتم تروحوا عشان تفحصوا الفلتر شغال ولا مش شغال تروح هنا تكتبوا فلتر في السي ام دي دكتور هنا بفحص الفلتر عندكم اذا نازل ولا لا وبكتب لكم صح على المهمه الصحيحه وخطا على المهمه اللي مش كامل. ياخذ شويه وقت تكتبها بس يخلص نعرض ايش المحتويات تاعته. دكتور دكتور طبيب يعني. الان هي عندي كود اللي هو الفلتر او نافذه الفي اس كود عشان انشئ اللي هو تطبيق فلتر او دارت اكثر من طريقه. اسهلهم ممكن اجي هنا على الترس تاع اللي هو الفي اس كود اي كوماند واقول له هنا هاي دارت. اول حاجه بدناش نعمل الفلتر بنشتغل على الدارت بس هاي دارت نيو بروجكت اقول له اعمل لي كونسول ابلكيشن ابلكيشن اعرض تفاصيله في الكونسول هاي كونسول ابلكيشن هنا بقول لي بس وين المكان اللي بدك تعرض فيه الشغل تاعك هاي بدي اقول له هنا هاي اللي هو كورسز ايش هذا قديم هذا وين الاي جي هنا الاي جي هاي نعمل اي جي يعني المفروض هنا نقولها فلتر تمام وهي المجلد هذا هنا بقول لي سمي لي المشروع هاي دارت ابلكيشن وين اسم المشروع واللي بنفعش يحتوي على سبيسز بنفعش يحتوي على اي رموز غير رمز مين اللي هو اندرسكور فقط تمام هاي انتر هاي قاعد بنشئ المشروع طبعا اول مره ينشئ المشروع لازم يكون في انترنت لانه بحمل شويه باكيجات من الويب يعني. هاي عندي اللي هو المشروع حتى اذا ملاحظين يعني حتى المين شبيهه في مين في الجافا دائما المين في اي مشروع في اي تطبيق المين دائما هي نقطه الانطلاق اول فانكشن بتم تنفيذها داخل اللي هو اي كود هي المين البرنت من اسمها ايش تعمل البرنت تطبع في الكونسول فقلت لو اجيت انا عرفت هاي نراجع بس الاشياء اللي شرحناها لو قلنا هنا في عندي متغير نم هاي نمبر اول نمبر بيساوي مثلا 1 او لو حطيت له مثلا 5.2 مش هيعرض لانه نم بيشمل مين بيشمل كل المتغيرات هاي 1 هاي اعطينا ماشي هاي انتجر هاي نمبر 2 بيساوي مثلا هاي 5 هاي دبل نمبر 3 بيساوي 8.4 هاي طريقة التعريف نفس بالضبط اللي كنا نعمله في الجافا السترينج هاي يمكن اقول السترينج هاي نيم بيساوي سواء كتبنا له الصورة هذه أو سواء كتبت له string هاي last name بيساوي هاي أحمد فتين واحد فيش فرق بينهم تمام هاي ممكن أكتب له مثلا string هاي مثلا print sentence يساوي يقول له مثلا hello my name is هذا في الجافا لو انا بدي مثلا احط متغير النيم في المنطقه هذه ايش كنت اعمل؟ كنت اعمل بلس هنا نيم مظبوط صح؟ بدي اقول له مثلا كمان بلس and my last name is برضه اقول له هنا بلس اللي هو مين؟ last name هاي لاستي تمام
هذا طبيعي اللي احنا نحن عالي. بقول لي في الدارت في اشي اسهل بدل ما تضطر كل شوية تعمل بلس وتغلب حالك. لا ممكن يقول له هنا لو بدي احط متغير داخل السترينج بحط له بس هنا علامة دولار وهين بدل ما احط بلس وغلب حالي هاي بضل يكمل هاي my last name is هاي اللي هو ال مش كسر بس بضل اعمل بلس وكونكتينيشن هيك بصير انا داخل السترينج اي متغير بدي اياه بس احط قبلي علامة مين علامة الدولار بس. مثال تاني مثلا لو انا في عندي هاي سترينج هاي سترينج هاي مثلا سنتنس او باراجراف لسه هاي عملت هيك قلت له مثلا هالو وورد وعملت انتر ماي نيم از شادي صافي عندي اكسبشن او ايرور انا بقول انا ك دبل كوتيشن او ك سترينج بتعامل مع السترينج كانه لاين واحد بس اذا انت حطيت انتر معناته هذه بطل فيه اتصال بطل فيه اللي هو سترينج وحده لازم اذا انت بدك تعمل مصطلح جديد يا تعمل سلاش ان ايش تعمل طلع ايش عملوا هنا ولو انت بديت بثلاثه وانتهيت بثلاثه معناته ايش انا انه انا الثلاثة دبل كوتيشن هذه معناته هذا السترينج بيحتوي على عدة اسطر جميع الاسطر المحصورة ما بين الثلاث دبل كوتيشن هذولا هم كل هي تعبر عن سترينج واحد حتى طبعت انا مثلا هي برينت اللي هو الباراجراف هذه عملته رن هاي كونسول كتب عليها كمان طبع عليها على اكثر من سطر نفس الطريقه اللي انا مين اللي انا كتبتها في الكود ده واضح الكلام سهل حتى مش صعب طيب الان يعني هاي طبعا البوليان نفس البوليان اللي في الجافا اللي اخذته بس هنا اذا بتعرف بوليان بدل ما اكتب كلمه بوليان بكتب هنا كلمه بول بول اكس تساوي ترو بطل في عندي اللي هو زي الجافا اكتب كلمه بوليان كلها مباشره نيجي الى موضوع الكومبلكس داتا ستراكشر زي الليست والماب والست الاري بطل في شيء اسمه اري هنا في شيء اسمه ليست نفسها حتى في الجافا في اري ليست لو ذكرين نفس القصه والليست هنا هي عبارة عن مصفوفة من البيانات نفس تعريف بالضبط الاري اللي في الجافا ممكن انا اعمل اي ليست اقول له هنا هاي في عندي هنا ليست هاي في الطريقة هذه ليست وهي اقول له مثلا هنا names زي ما حدنا بالجافا مزحين في الجافا ايش الاقواس تاعت الليست المربع صح السكوير نفس القصة عندي مين عندي في الدارت ولكن الموضوع أسهل فينا في الدارت في نوع متغيرات اسمه دايناميك إيش هي دايناميك إيش أنا ذكرني إيش أنا بتعمل يعني هي بتأخذ كل أنواع شو اسمه يعني مثلاً الله يفتح عليك هي دايناميك يعني أنا لو قلت له هنا مثلاً دايناميك هاي مثلاً أي مثلاً دايناميك هاي إيش أقوله أي فارون مثلاً لو عطت سترينج بقبلها انتجر بقبلها أي متغير بقبل الدايناميك هاي ميزته إنه لو هذا وين مستخدمها مرات مثلاً مرات تعون الويب شوية بكون مرات يعني تضرب معهم الأمور صح بتلاقي مرة مرجع لك المتغير دبل مرة انتجر مرة سترينج
بتصير احنا معظم الاكسبشن اللي بيصير لنا في الموبايل من جماعه الباك اند نلاقيهم وانا كنت باك اند كنت كمان انا الباك اند بيشتغل عنده بدون ما يهتم في الفرونت اند ايش بيصير معه بيعتبر انه الفرونت اند هو يفترض يعمل هاندل لكل الايرور هذا سهل على نفسه فبتلاقي انت مثلا مره الواجهه تاعتي تعاملت مع متغير معين كسترينج وكانت الامور في التستنج 100% وانا عملت تستنج والكيو اي عملت تستنج وكل امور 100% فجاه صدرت التطبيق على اليوزر اللي بيطلع عنده ايرور ايش ايرور بيطلع اطلعت لقيت انا في متغير بتعامل معه كسترينج صار الباك اند يرجع لي كانتجر خلاص ضرب عندي اكسبشن فالحل هو وصل في مرات على سبيل المثال الريتنج الريت تاعت مين تاعت البرودكت اول ما تشتغلي هيكون الريت صفر يعني لسه محدش عمل ايش محدش عمل ريت الصفر ايش نوعه انتجر مع الشغل صار في تقييم صار يرجع دبل انه ممكن واحد يكون مقيم 2.5 4.3 طب صار دبل لو انا متعامل معه كانتجر وعندي الران تايم صار دبل ضرب اكسبشن عندي فايش الحل هنا يا متعامل مع دايناميك يا منام زي اخذتها مش مجلال نم هو ابو الانتجر والدبل فعندي هذه من المفارقات او من الاشياء اللي بتصير معي اثناء الران تايم ممكن يصير مشاكل في الكود تاعي فعندي هاي اللي هو الدايناميك اللي هو المهم نوع انواع البيانات اللي هو بتاخذ زي ما قلتوا اني بتاخذ اي نوع من انواع البيانات ليش قلت قصه الدايناميك هذه لانه قلت له الان هنا ليست هاي ليست وقلت له بس هاي نيمز هنا ما لم احدد له هنا ايش نوع البيانات اللي داخل الليست مثلا string ايش معناته string معناته كل عناصر الليست هذه لازم تكون ايش string لو انا ما عملت لهش هيك ايش هيعتبر الايتمز تاعت الليست لا dynamic اللي عملت له هنا مره دخلت له قيمه هاي string مره ثانيه اعطيت له قيمه هاي اللي هو انتجر مره ثالثه اعطيت له قيمه ترو بقبلها لانه في النهايه اعتبر نوع البيانات اللي داخل الليست هذه دايناميك هنا لو قلت له ليست اوف سترينج لاحظوا ايش صار عندي هنا صار في عندي ايرور هنا اللي وقف شويه انت هنا محدد لي انه الليست لازم يكون انواع البيانات اللي جواها من نوع سترينج فكان بتفاجأ انه انت انواع البيانات مرة string مرة انتجر مرة بوليان ففي عندي مشكلة فلا اذا انت حددت لي ايش نوع البيانات في الليست فانت مجبر تلتزم في هذا النوع من البيانات وإلا اذا انت ما حددت لي شيء زي كأنك قلت لي زي كأنك قلت لي بدل string قلت لي هنا dynamic الموضوع ايش dynamic ايش يعني ممكن تأخذ اي نوع من انواع البيانات واضح طبعا هذا اللي بين الاقواس يطلق عليه في الدارت اللي هو جينيريك تايب ايش التايب تاع البيانات اللي داخل الليست هتمر معنا في اكثر من مكان هذه الاقواس اللي بتوضح ايش انواع البيانات اللي داخل هذا الكوليكشن او داخل هذا الايتم طيب تمام 100% طيب سؤال هاي لو في عندي هنا غير نخش نعمل string هاي اكتب له عمر وهاي مجد وهاي احمد هاي مثلا names one اول شعبة وهاي كمان اللي هو كمان list تانية اسمها names 2 فيها امجد ماشي هاي تهاني وهاي ميساء مساء وهاي ليلى ليلى وايد صح
طيب هاي نيم 1 نيم 2، اجد لو قال لي مثلا انا من ضمن الشغل تاعي اللي هو مطلوب مني اني ادمج التو ليست مع بعض، ايش في عندكم حلول للموضوع هذا؟ قولك في اللوجيك البرمجي كيف ممكن ادمج نيم 1 ونيم 2؟ مثلا طلب مني العميد انه بدي كل اسماء الطلاب في كل الشعب اللي عندك، كيف بدي ادمجهم؟ طب ماشي انا بقول لك اعطيني اي حل انت بتخطر على بالك. هيك وهيك في الجافا؟ مش في الجافا، مش للأري، لا هيك احنا هنا في الجافا فكرت اعمل فور لوب، كنت في الجافا اطلع من فور لوب عشان ادمج التنتين صح؟ طب اسألك السؤال، لو قلت له هنا مثلا list of string وسميناها هذه مثلا all names وهي الأشياء وقلت له هاي name 1 وهي name 2 وطلع exception أصلحها وطلع compile time error، تعرف وش الفرق بين compile time والrun time؟ ممتاز. طب مين يقول لي ايش مين بالمنطق يعني تفكر من ناحيه اللوجيك ليش طلع على اكسبشن؟ ما ينفعش تحط اجي جوا الريد طريقه ثانيه، لا بينفع عادي ايش طلبته؟ بيدور حدا جواب عادي غيري، لا انا عشان سترينج بالضبط صح كلامك. ايش هنا نوع البيانات اللي داخل هذا الليست؟ سترينج. هي هي مش ضروري هلا. طب names one إيش نوع البيانات؟ list. كمرة قلت أنا في all names قايل له إنه نوع البيانات هنا هتكون كلها عبارة عن بيانات من نوع string مظبوط؟ لكن الخطأ اللي صار بسيط إنه names one و names two مش من نوع string، من نوع list of string. فيعني بنفعش عمل الاستاذ بنفعش أقول له ممكن أقول له names one هيك. هيك هيك بلها لأنه هدول صاروا سترينج بس مش أنا اللي بدي إياه. بس في الدارت كيف مساعدني؟ قولي لو حطيت دوت 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 ثلاث نقاط إيش معنى الكلام هذا؟ يعني بدي محتويات هذه الليست مش الليست نفسها، يعني هات لي الايتيمز يعني هذا الاكسبشن اللي هنا معناته أنا بدي الايتيمز اللي داخل هذه الليست. يعني في الران تايم ايش هيعمل؟ هيمسك هذول الكلمات ويحطهم بدل مين؟ بدل نيم 1. هذه برضو ايش؟ ايش جديد موجود في الدارت مش موجود وين؟ داخل الجافا. على فكره هذه الاشياء كلها مكتوبه في السلايد. يعني لو بدكم تريحوا حالكم من قصه الكتابه ممكن ايش؟ تمام. وبرضو في فيديو لو ممكن انتم راجع في البيت يعني. مسجل هنا المحاضرة مسجلة. تمام؟ ففي عندي هذه اللي هو طريقة من الطرق عشان أنا أعمل اللي هو دمج ما بين اللي هو الليستات. هذا الأوبريتور يطلق عليه السبريد أوبريتور. تمام؟ في بس يعني جديد أو أنت لو اشتغلتوا قبل في الأندرويد أكثر الإكسبشنات شيوعا في الموبايل هو النل بوينتر إكسبشن. دائما أكثر إكسبشن ممكن يمر معك في الموبايل هو النل بوينتر إكسبشن. الجافا حلت الموضوع أو الدارت حلت الموضوع هذا بشكل كبير. كيف حلته؟ بالضبط. حقيقة أنا قلت لك لقيت هنا يا تهاني هاي في عندي list of string هاي names معلش هذا كل شيء. هلا هي هذه المسجلة إلنا فقط ولا للعام؟ لا إلكم للشعب الثاني، يعني في عندي أربع شعب. أنا مسجل عندكم بس وبرفع على المودل عشان أسامي قصدك يعني؟ لا عشان صوتنا لا عادي احكم خذ راحتكم عادش بيعرفكم يعني.
انتو خلاص ما فيش اسامي في التسجيل اكس واي مثلا. فعندي الان هاي المشكله اكس هنا اللي هو نيم 3 هنا ايش قيمتها؟ نوع سترينج نوع بس ايش قيمتها؟ نل بالضبط نل. لو قلت له الان هنا هاي نيم 2 هاي قلت له هنا names 3 هنا بقول صار exception. ليش بقول لي بقول في exception؟ ليش يدير بالك انت اصلا names 3 ملهاش قيمة اصلا. انت بتعرف لو عملتوها زي هيك بتساوي هذه لها قيمة. يعني في فرق بين القيمة الفاضية والقيمة النل صح؟ إيه لو جبته الان هي في دفتر دفتر فيه بس جلدتين يعني كل ورق موزع بس في جلدتين هذا بحكي في دفتر عندي ولكن دفتر فاضي. لكن لو انا هي عندي دفتر فيش اصلا قدامي دفتر فهذا نل. فمعناته انه في فرق بين الامتي والنل. هذه قبل شويه كانت نل قيمتها نل فيش لها قيمه زي بالضبط لما اقول له هنا string name واسكت هيك هذا نل قيمه نل. وبالغالب اصلا ايش هاي مثلا اي ماي نيم لازم اعوض عنها بالنل سيفتي عند استفهام بس بدل شويه عليها هذه النل سيفتي خليها قدام شوي يعني يواش يواش في في التدريس يعني بدناش كل العلم مره واحده وتلتخموا فيه. هنا بقول لي بس انا بدي منك الدارت بقول لي بدي منك خدمه بسيطه بس الاشياء اللي انت بتشك انه ممكن يكون فيها نل انت بس اعمل لي بدل ثلاث نقاط اعمل لي ليش ما بديش اعمل لي هنا والله شويه must be assigned هو كان بس بده هنا ايش عند استفهام اللي هنا عشان بس اميز عارفين ايش معنى الاستفهام هذه يعني في عندي صار في الدارت ايش يعمل لي ما فيش عندي string في عندي نوع من البيانات اسمه string وفي نوع ثاني من البيانات اسمه nullable string في نوع من البيانات اسمه انتجر وفي نوع ثاني اسمه nullable integer في نوع اسمه double وفي عندي نوع اسمه nullable double. ايش الفرق؟ string النولبل سترينج هو بيحتمل جميع قيم السترينج زائد النول. لكن السترينج العادي ممنوع يكون النول. فأي متغير يقول لي في الدار ألف مثلا عشان هو يحل موضوع النول اكسبشن أنا أقول لك أي متغير أنت بتشك إنه ممكن يكون نول لازم تعرفه كنولبل. كيف تعرف النولبل؟ بدل ما أعرف string وحط string ودي عم تستفهم بدل list of string list of string ودي عم تستفهم هل عم تستفهم معناته عبارة عن متغير ممكن يكون قيمته تمام. فهنا فعليا النيمز ثلاثة هذه هي أصلا مش ممكن يكون قيمتها نال هي أصلا قيمتها نال تمام. ممكن أثناء الران تايم يصير فيها قيمة إنه ممكن مثلا هنا في أي مكان names 3 أو names 3 بيساوي هاي أعطت له قيمة معينة أي مثلا شاكر إلى آخره من الأسماء. لكن لما أجيت عرفتها ما أعطت لها قيمة يعني كان قيمتها إيش نل. فالدارت مش ضامن أو مش هيضمن إنه أنا ممكن أعطيها قيمة هو لازم يأخذ احتياطه. وهذا الصح إنه لو بدي يركن على المبرمج كان معه هاش صار إكسبشن ولا لو انا عن جد المبرمجين شاطرين لهالدرجه كان بصيرش اكسبشنال. بس هو عشان مبرمج انسان طبيعي يفلت منه حاجات فلازم يكون عامل احتياطه من قبل ما يشتغل في الاشياء اللي ممكن يطلع عنده خطا. فعندي بقول لي اي متغير من الممكن انه يكون فيه له قيمه نل لازم احط بعد اللي هو نوع المتغيرات او نوع الداتا علامه مين علامه الاستفهام. واضح. فهنا بس بقول لي ايش هنا انه انت الاسماء او المتغيرات
اللي ممكن يكون قيمتها اللي هو null، انت بس بدك تستخدم مين اللي هو علامة الاستفهام بعد spreading. النوع الثاني من طبعا جاي نروح النوع الثاني، في عدة أشياء، عدة عدة اللي هو methods ممكن يتم تطبيقها وين على ال list. طبعا معظمها أخذناها في الجافا، زي مثلا خلينا بس نمحي أشياء أو خلينا نعمل كومنت الأشياء اللي عملناها. زي في عندي الـ add، الـ length، الـ map، every، reduce، where، insert، reversed، is empty، is not empty، و sort. نأخذهم مع السريع نشوف. هذا مش مكتوب عندكم في الـ اللي كانوا في الـ comments. الـ add، إيش أتوقع يتعمل الـ add؟ إضافة وين؟ وين بالضبط الأري؟ آخر الأري. لو قلت له بس هنا هاي قلت له هاي names one dot add هاي ريم مثلا، هلاقي انه في اخر هذه القيمة او هذه names one صار قيمتها عمر، مجد، احمد، ريم. ريم انضافت في اخر اللي هو مين مصفوفة. هاي في الدليل انا قلت له print names one وقلت له run، هاي طبع لي عمر، مجد، احمد، وريم. طب لو سألتني تهاني مثلا لو بدي اضيف هذه الكلمة في موقع معين تحدد الانتيتي بتاعها، بقول لي في ميثود اسمه insert مش add، insert بقول لنا دوت خليها موجودة هذه names one dot insert. insert من البديهة بده two parameters. أول parameter هو الindex والمكان اللي بدي أدرج فيه قيمة هذه، والقيمة التالية أو parameter التانية الvariable أو القيمة اللي بدي أدرجها داخل هذا المكان. هي index واحد وهي element مثلاً شاكر. هاي عملنا run، هاي شاكر ادرجها في الاندكس رقم واحد اللي هو في تاني مكان. من الاشياء اللينكث، تعرفوها اللينكث، ايش تعمل اللينكث هذه؟ طول اللي هو كم حرف داخل النص، اسف كم ايتم داخل الليست. تمام. طب لو حطيناها سترينج أظن بتجيب في الدارة عدد الأشياء. هيا أنا قلت له مثلا هاي paragraph dot length، هتجيب لي عدد اللي هو الأحرف اللي داخل هذا string. string أصلا ما تربطش على الميثود بتاعتها، نفس الميثود بالضبط بتاعت الجافا، فيش أي اختلاف، فيش خلافات بينهم. ايش بتختلف؟ طيب في عندي اللي هو تعرفوا انتوا الفور لوب. الفور لوب فيها اكثر من طريقه، في ثلاث طرق لانشاء فور لوب. الفور لوب العاديه تعودنا عليها اللي هو اي فور بالضبط زي الجافا، انتجر اي بيساوي صفر، اي طول ما اي اصغر من اللي هو names one dot length هاي اي بلس بلس أنا print اللي هو names one اللي هو i. إيش أي اختلاف مع مين؟ مع الجافا. عملت run نفس مين؟ نفس الإشي. أو في عندي طريقة تانية اللي هو names one dot for each، برضو تعمل فور هاي مثل print اللي هو element وهي save
وعملت كومنت لهذه الفور وعملت رن، برضو هلاقيها طبعت نفس مين نفس القيم. او في عندي طريقه ثالثه الفور ان اخذتوها فور ان نفس القصه. هاي فور هاي مثلا سترينج اكس ان اللي هو مين names one يعمل لي print x. نفس الاشي. انتم حرين كلهم نفس الاداء نفس البرفورمانس ما اختلفوش عن بعض، سواء استخدمتوا اي فور لوب كلياتهم نفس الحاجه. انا بشوف انه الفور اتش هي اسهل واحده في الاداء، تعود القصه ما فيش اي مشكله اي فور لوب. ما لا انا قصدي هجيب لنا مثلا مش هجبرك انه تستخدمي اشي معين بس هتكتبي كود طبعا. هذه المادة برمجية لازم يكون فيها كودين، اصلا الامتحان كله كودين، ما في حتى اسئلة الصح والغلط طيب صح وصح وغلط ممكن اجيب بس يعني سؤال كود معين اتوقع ايش هو الاوتبوت بتاعت الاجابة هذه. ممكن بالفلتر اللي هو نظام واجهات، واجهة اكتب مثلا باختصار ايش هو الكود بيعمل الواجهة زي الاندرويد 1 إن هو أصلا تقريبا اللي هو الفلتر هذه المعنى هي مكافئة تقريبا من أندرويد 1 زائد شوية من أندرويد 2 عشان كده بسيط الموضوع مش صعب كتير. الآن بس في فرق بسيط في ميثود تانية مهمة جدا اسمها الماب. شو اسمها؟ الماب. هي قريبة من الفور إيتش. خليك معي إذا أفرجك إيش الماب. بدي أقول لك هاي names dot for each names one dot for each. طلعي على for each إيش ال return type تاعها؟ هي بتعرف هي أصلا وظيفتها تعمل for بس مش وظيفتها ترجع داتا. لكن الفرق إنه في عندي method تانية اسمها map. الماب تتميز عن for each إنه بترجع داتا ونلتزم هذه. مثلا في عندي اي كثير تلزم كثير شيء في الفلتر معظم شغلنا هيلزمنا قصة الماب هذه لازم نفهمها. على سبيل المثال في عندي list of string بدي احولها ل list of integer، ممكن استخدم الماب عشان تحول list من شكل لشكل اخر. مثال ثاني بكره في الفلتر ممكن مثلا انتوا عندي انا ملف في أسماء الطلاب، أسماء الطالبات في الشعب هذا. بدي أعمل واجهة، الواجهة هذه أعرض فيها كل أسماء الطالبات. يعني بدي أحول الليست عندي من list of string ل list of UI أو list of widget في البطل. list of text مثلاً. مثال. فبرضه هيزن الماب عشان أحول هذه اللي هو الفانكشن من مكان لمكان ثاني. لا الكاستنج ما يعرفش تحويل. الكاستنج اذا في عندي انا متغير اصلا من نوع سترينج تمام، يعني انا بقول له انه بحكي للفلتر او بحكي للاندرويد انه هذا بدل هذا سترينج. بس الماب لا، انا في عندي شكل من البيانات بدي احوله لشكل اخر. يعني مثلا اقول لك كيف حكيتها النيمز 1 النيمز 1 هاي القيم بتاعته list of ايش of string. إذا التهري قال أنا بدي أجي أعمل list تانية كل عنصر بيمثل عدد الأحرف تاع كل اسم، يعني بدي حوله من list of string list of ايش list of integer. تعالي هنا خلينا تعرف شوفي بدل ما أنت هيك تطلع، يعني عدد الطلاب قليل هذا ميزة في المادة. فهي عندي names one هاي القيم تاعتي بدي احولها على list of integer تمام. كيف بدي اعمل القصه هذه بدون انا ما اعمل ماب؟ كيف ممكن اعملها؟ فكروا معي. انا لو اجتكم في الامتحان سؤال او في مباشر امتحان عشان ما تخافوش من الامتحان مقابله عمل،
قال لك المقابل هاي في عندك list of string names حولي إياها ل list of integer بحيث يكون كل قيمة بتساوي عدد الأحرف في كل اسم في names one. بدي أعمل list جديدة. تمام هاي list of integer أسميها مثلا names length تمام length. طيب بس خليها فاضية. بدي أعمل for loop. هاي بدي أقول له مثلا هنا يعني names one مثلا dot for each أو بدي أعملها على طريقة اللي متعودين عليها عشان ما نخنقهمش. هاي for integer i يساوي صفر i أصغر من اللي هو names one dot length وهنا i plus plus صح؟ دول هي names length dot add اللي هو names one i dot length صح؟ بالشكل الكود الصحيح؟ هذا الكود ممكن اختصره في كود واحد. ترى ايش بدي اعمل؟ names one dot map e dot length خلصت. بغيت اقول هي اللي بدي اعملها list of integer هاي هذا كل اكواد عملتها في عنصر واحد. سألت لزمتكم ايش الاي؟ هل قلت لما قبل شوي تقول names one تذكرت دور dot for each ايش الاليمنت هنا في for each؟ عناصر يعني كل لوب الاليمنت هيكون بيأشر على عنصر معين صح؟ والاي هنا هي نفس الاليمنت. طيب بدل اي اليمنت هاي ريتر عشان برضه السايب ما يخوفكوش. هاي ريتر إليمنت دوت لينك هو الماب كوبي بيست عن فور إيتش بس في فرق واحد بس إنه الماب هنا بيرجع اللي هو داتا من نوع إترابل. بالمناسبة إترابل هو أبو الليست وأبو الماب وأبو الست. أي أوبجكت في الدارت قابل لللوبينج يطلق عليه إترابل. وصل هذا برضو بالجافا كمان برضو الجافا فيه إتريشن وإترابل. كل أوبجكت ممكن أعمل لوبينج عليه يطلق عليه إترابل في الجافا. نفس القصة عندي وين في الدارت. واضح؟ فعندنا لما قلت له names one dot map هيقلت له كل element داخل names one رجع لي مين element dot link. أو ممكن واحد يقول لي رجع element dot uppercase مثل المثال أي تغيير. مهم أنا الماب هذه تستخدم لتحويل الليست من صورة إلى صورة أخرى تمام؟ فأنا هو أصلا الماب هيرجع لي dot list يعني iterable اللي طلع حول يا لست. ممكن أقول له دوت ست مش أقول له قبل شوية الإترابل هذا أبو كل اللي هو الإترابل أوبجكت يعني أبو اللست والست والماب. فعندي أي عنصر أنا بقدر أعمل لوب عليه فهو من نوع إترابل. قلت له في آخر دوت لست عشان أحدد إيش نوع هذا الإترابل. بدي إياه الإترابل هذا أحوله للست أتعامل معه كلست مش كست. بس هذه العنصر الأخير كان ممكن أعمل إيش بخطوتين. ممكن أقوله هنا هذه هترجع لي iterable of integer وأقوله هنا هاي list of integer هاي length بيساوي names length دوت ليست. هي بس هي طريقة لتحويل الأوبجكت من إترابل للست. أنا في النهاية مش النام لقيتها نفس المثال تو أخذناه. النام
اكس تساوي 5. فشو كان يقولوا انتجر واي يساوي اكس؟ اذا في النهايه النم والانتجر نفس النوع صح ولا نفس القصه. عندي في النهايه الايتربل على نفس القاعده اللي كتبناها. فالايتربل هنا طالع منه الليست والست صح. فلما قلت له دوت ليست معناته انه بس هذا الايتربل بدي انا ايش احوله لليست بس. زي المثال هذا بالضبط لما قلت له في عندي متغير من نوع نم قلت له انتجر واي بتساوي اكس معناته بدي احول هذا المتغير لمين؟ من نم لانتجر. واضح؟ فهي بس قصة الماب هذه هي فانكشن ضروري تفهموها تتقنوها انه هي مجرد اللي هو التعريف البسيط لها هو التحويل من تحويل البيانات او الليست من ليست اوف اشي لليست اوف اشي ثاني بس. هاي كل الشغل تاعها باختصار. وهي طريقة عملها انه في النهاية هي بتعمل لوب بالماب هي بتعمل لوب زي فور ايتش ولكن بدي اخذ كل عنصر من عناصر هذه الليست واعمل عليها تغيير معين عشان احولها من صوره الى صوره اخرى. هيك الموضوع المهم شيء ولا صعب؟ في اي سؤال فيها في شيء مش واضح؟ تمام. الابن والاني هنا نلغيهم بلاش ونديوس لهم كمان. في بدل هذول في عندي اندكس اوف. تتوقعوا اندكس اوف ايش بتعمل؟ بتجيب رقم المكسب بتاع الرقم. لا الجابه مش جابه كان في اندكس اوف كمان. هلا قلت له هنا مثلا اللي هو خلينا نعمل كومنت الاشياء هاي names one dot index of اللي هو مين الشاكر ايش هيعمل؟ الindex تاع اول عنصر اسمه شاكر. انا كيف في عنصرين واحد اجيب لي اول واحد بس. وفي عندي برضه زي الجافا اللي هو بدل index هي اللي هو last index of زي بالضبط الجافا اللي هو اخر واحد ظهر عندي. في مثلاً وير كلمة وش بترجع الوير هذه زي الفلتر. يعني على سبيل المثال بدي أجيب كل الطلاب باسمه محمد أجيب عددهم يعني لا أجيب كل الطلاب زي ما هم يعني مثلاً بس هنا وير اللي هو إيترابل وير هاي مثلاً هنا هيكون في عندي الايتم تاع إليمنت تاعي أو element بيساوي شاكر ورجع لي كل العناصر اللي قيمتها بتساوي شاكر. هو ايش يعمل؟ loop العنصر عنصر العنصر اللي قيمته تطلع true برجع لي انها تكون ناتج هذه القيمة هي عبارة عن list جديد او مش list برضو iterable برضو لازم اقوله في الاخير هنا dot ايش to list هيكون عبارة عن لست جديدة. اللست هذه مكوناتها هو جميع العناصر اللي فيها الاسم بيساوي مين؟ بيساوي شاكر. أظن كانت في الجافة هذه كانت في الجافة. صعبة؟ لا مش صعبة سهلة. insert أخذناها reversed إيش تقول reversed تعمل؟ تقلب تعكس الترتيب. طب is empty is not empty is empty بترجع true إذا كانت فاضية وبترجع false إذا كانت فيها عناصر is not empty العكس sort ترتيب. أو طيب مثلا هنا هاي names one dot sort بس هنا بلزم إيش لو قلت له sorting خير أقول له sorting بترجع بترجع void. إيش يعني void؟ يعني هي بترتب في نفس النيمز يعني بترجع قيمة جديدة هي نفس الليست بتعيد ترتيبها. تمام؟ يعني مثلا هنا يعني ما بترتبش لليست جديد
أضيف print بعد مرة أقول print names قبل وبعد عشان نشوف كيف إيش تأثير هذه العناصر. هذا آخر إشي في المحاضرة. أي مرة عمل ليها في الترتيب؟ شايفين؟ كله مش شايفينه ولا تحت بس؟ طيب هي بدولك غير مسا خلينا على ما نشوف حل الموضوع. هاي مرة طبع لي إياهم عمر شاكر مجد أحمد ريم بنفس الترتيب أكتبهم فيهم. لما بعدنا عملت الصورت رح أكتب لي إياهم شايف؟ حط لي أحمد شنو حرف A أول حاجة بعدين مجد M O R S تمام يعني أكتب لي إياهم ترتيب إيش؟ تمام حقيقة في السورتينج نفسه هاي السورت بقول لي في عندك ممكن تعطيه لي فانكشن على أساسها أرتب على سبيل المثال بدي أرتب مش حسب الأبجدي حسب عدد الحروف تمام هاي بدون حتى هنا شرح لي إيش السورت بالضبط هايو هيعمل لي مثال A.length compared to B.length هاي بقول لي هنا خلينا نقرأ شوية خلينا نشوف هي عندنا نقول print هي مثلا نقول له هي function هي name one وهي الاسم الثاني هي مثلا name او return name one dot length اكبر او كوبي هذا يا لازم تحط يا اما واحد يا اما صفر يا اما سالب واحد اوكي اقول له نيم 1 دوت لينث دوت كومبير تو نيم 2 دوت لينث شوف ايش هيعمل اعمل ران ارتبهم حسب مين حسب المجموع ولو لو احنا قلنا num2 compare num1 كتبنا هاي طلع ايش شفيت من الاول والثاني المره الاولى ترتب التصاعدي حسب اقل عدد احرف لاكبر عدد احرف في الشرط الثاني بالعكس من الأكبر للأصغر. فهذا الآن بغض النظر إيش الكود اللي كانت منا يعني مفهوم أو مش مفهوم بالنسبة لكم مش مطلوب منكم هو. بس أنا حبيت أقول لكم إنه السورتينج ممكن أنا أعطي له فانكشن معين على أساس تعمل الترتيب. يعني زي ما قلت بس بينكم إنه أنا الترتيب مش دائما على كيف الطبق يعمل لي ترتيب. ممكن مرة بتعمل ترتيب تصاعدي، مرة تنازلي، مرة ترتيب مثلا حسب عدد الأحرف. مرة لو كان عندي مثلا objects بدي أرتب الطلاب حسب علاماتهم على سبيل المثال فالسورتينج بتعطيني إمكانية إني أعطيه function الفانكشن أقدر أعطيله كيف طريقة الترتيب تمام؟ موضوع الفانكشن هو موضوع شوية هنقل قدام شوية لأنه في اختلافات عن الجافا في الدات تمام؟ في إشي كان مش واضح في المحاضرة في إشي حابين تصرفي تمام هاي المحاضرة التسجيل راح أحفظه